نقيب المحامين يشارك في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراه بالمنوفية، ويؤكد أن ميكنة الخدمات النقابية كلفتنا ما يقرب من 25,000 جنيه. نقيب المحامين يتفقد إنشاءات المركز الطبي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجهيز للبدء في أعمال الأساسات الخرسانية، كما تفقد نقيب المحامين عماير مدينة أحمد بسيوني لتوصيل المرافق للقرية والوقوف على جاهزيتها. نقيب المحامين يتواصل مع الجهات المعنية ويلتقي بالمستشار حماد الصاوي لبحث حل أزمة محامي كومومبو والنائب العام يعد بحل الأزمة. بعد لقائه نقيب المحامين، النائب العام المستشار حماد الصاوي يقرر الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم المحامي بأسوان. نقيب المحامين يكرم خريج الدورة 9 من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ويطالبهم بضرورة استكمال باقي الدورات لما يعود عليهم بالنفع. نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام ينعي شقيقة الأستاذ مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية. رئيس اتحاد المحامين العرب ينعي ضحايا زلزال المغرب وضحايا الفيضان بليبيا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 168 ملفاً وجاري إحالتهم للإدارة المالية للبدء في الصرف. نقابة محامي أسوان تنفي ما نشرته إحدى القنوات العربية بوجود إضراب بمحكمة كومومبو الجزئية، وتطالب القناة بضرورة تحري الدقة. النقابة العامة للمحامين تختتم الدورة 10 من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المنعقدة بالنادي النهري للمحامين. نقابة المحامين تعقد جلسة لفتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة لتوريد مستلزمات النقابة. نقابة بنها تعقد دورة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي في 17 سبتمبر الجاري بمقر النقابة الفرعية.